السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أبو يانا. اليوم موضوعنا راح يكون عن برنامج عظيم وجبار للغاية جدا جدا. هذا البرنامج هو عبارة عن برنامج يقوم باستعادة الملفات التي حذفتها سواء على القرص الصلب SSD NVMe أو ال HDD، سواء كان internal أم external، داخلي أم خارجي. هذا التطبيق أو البرنامج يعني بصراحة أثبت نجاحه الباهر. ميزته إنه هو أفضل برنامج موجود، يعني هو البرنامج الوحيد اللي بيستخرج البيانات بشكل سليم، حتى أحيانا في بعض الفيروسات مثل فيروسات الفدية التي تغير رموز وأساسات الملفات يقوم بإرجاعها للوضع الطبيعي واستعادتها. عن تجربة، في يوم من الأيام كان عندي هارد ديسك وضرب فيروس الفدية، قام بتغيير الفايلات والفولدرات إلى رموز غريبة ولا تستطيع فتح هذه الملفات. طيب، نبدأ في شرح البرنامج على بركة الله. هذا البرنامج يا جماعة بيعرض لك كل الأقراص الصلبة لديك كما تشاهدون. الآن على سبيل المثال، هذا القرص عندنا مشكلة به: أولا بطيء، ثانيا غير قابل على نسخ العديد من الملفات أو لصقها أو استخدامها أو فتحها. كيف سنتغلب على هذا الأمر؟ أول إشي نقوم بتنزيل نسخة مفعلة من هذا البرنامج لكي تقوم باستخراج المعلومات بلا حدود وبدون تحديد سقف البيانات التي تستطيع إرجاعها. ثانيا، يجب أن يكون لديك قرص فارغ. على سبيل المثال، عندنا 300 جيجا، يجب أن يكون لديك 300 جيجا فما فوق لكي تقوم بإنزال واستخراج الملفات في هذه الحافظة. يعني يجب لديك أن يكون فولدر تستطيع فارغ ويتسع لهذا لحجم البيانات، سواء كان 300 جيجا، 500، 1000، 1 تيرا كما تشاء. نقوم باختياره كما نرى External Device، نضع Scan. عندما نضع سكان سيقوم بالبحث عن الملفات الموجودة سواء كانت محذوفة أم موجودة حاليا، أي ما تدعى بالـ Existing. كما تشاهدون بدأ العد. هذا هو حجم الملفات الذي وجدها لحد هذه اللحظة: 174 جيجا، 54274. لاحظ، بعد إتمام هذه البحث قد يطول الأمر إلى ساعة، نصف ساعة، حسب الوضع التقني والفني للهارد ديسك التي ستقوم بالبحث عنه. إذا كما تشاهدون، هذا هو الـ Deleted Files. عندما تقوم بمسح ملفات سابقة كما تظهر، قمت بحذف هذا الملف في تاريخ 28/2/2018، ونحن اليوم في شهر في تاريخ 18/9/2022. كما تشاهدون،
أخرج لنا الملفات المحذوفة قبل 4 أعوام. هنا الملفات الخاصة الموجودة على الهارد ديسك في الوقت الحالي، والتي يوجد هناك مشاكل في التعامل معها. لكي نتخلص من هذه المشكلة، نستخدم هذا البرنامج لكي نقوم باسترجاع المعلومات بالشكل السليم. وهنا هذا اللاست فايل، كما تشاهد كافة الصيغ من فيديوهات 3GB، ملفات HTML، JPG، موفي، MP3، MP4 كما تشاهدون. الآن بحال أنك كنت تبحث عن فيديو من هنا، أو صور أو وثائق أو مستندات أو صور، نعود كما تشاهدون هناك تقدم. هذه حجم البيانات التي نعمل على استخراجها بعد انتهاء الفحص. تشاهدون هنا 20%، عند وصوله 100% تقوم بالدخول على الملفات المعني بها هكذا على سبيل المثال، وتعمل على ريكفر. تضغط على ريكفر، عندما تضغط على ريكفر ستحصل على سيف اس، تستطيع تخزين البيانات. هذا كل ما لدينا. شكرا لك على حسن المتابعة، يا ريت تعمل فولو للشانل ولايك للفيديو وشير. كان معكم أخوكم أبو يانا، تحياتي لكم. نسيت أمرا، وهو أن يجب أن يكون لديك النسخة مفعلة. الآن عند تحميلها مفعلة، الأغلب يذهب إلى الكراك والباتش والأكتيفيتر واللايسنس والكي، والعديد منا يعلم أنه لا يستطيع شراء هذه التطبيقات لغلو ثمنها. ننصح بشرائها، يعني إذا لم تقوم بشرائها فهناك نسخ بورتابل، ويجب تحميلها من مصادر موثوقة لكي تقوم بعملك على أكمل وجه. وأتمنى لكم حسن الختام، وأن تكون لديكم كافة الملفات التي فقدتوها. شكرا جزيلا لكم، تحياتي لكم، شكرا.